سنوات مع لاتسيو إلى صفوف فريق نادي الإنتر، وهنا بقى المشاعر يعني لا شك يأتي في فريقه هذا الهدف عن طريق اللاعب البرتغالي برانينيو. أمامنا العمل الرأسية والمتابعة كانت من جانب اللاعب جوزيبي بيافا اللي بيسدد هذه الكرة في المرمى، ويتقدم لاتسيو بعد مرور دقيقتين وبتشكيلة هي في حراسة المرمى اللاعب والحارس بريشا، في خط الظهر كل من بيافا اللي امامنا اللي جاب الهدف وديس ولعب كان في بايده، لان الفوز في اللقاء اليوم ولقاء كييفو يحسم تماما للانتر التاهل، وممكن التعادل وممكن التعادل التعادل. رودريجو بالاسيو امامنا هنا الارجنتيني الذي يابى ان تنتهي هذه الليله دون الاحتفال بخافيير زانيتي، ياتي بالتعادل في الدقيقه السادسه. الكره الجميله قوي من بالاسيو امامنا هنا اللي تقدم ويسجل هدفه رقم 16 في 37 مباراه، 36 منها كلاعب اساسي ولقاء وحيد كلاعب بديل. وادي امامنا يعني شوف التشجيع من زانيتي وايضا من دييجو ميليتو، كره مبرره حلوه قوي، كره مبرره الحقيقه من كوفاتشيتش امامنا اهو اللي مرر الكره اللي بالمقاس، شوف حلوه قوي من كوفاتشيتش. يا سلام يا سلام على الكره، يا سلام على الكره، رقم 10 رقم فيسلي شنايدر، لقب طبعا النجم الهولندي شنايدر. وامامنا اهو يا ولد يا ولد على الكورة يا ولد على التمريرة، يا سلام يا سلام على التحية لمين؟ التحية لكوفاتشيتش اللي مرر الكورة لإيكاردي، الكل يتوجه الكل يذهب إلى هذا النجم الكبير أرجنتيني جديد، هو اللاعب ماورو إيكاردي يعانق الكابيتانو، يعانق صاحب الرقم القياسي 145 مباراة مع منتخب التانجو ومنتخب الأرجنتين، لكن النهارده اللي في مزاجه حلو قوي، اللي عمل التمريرة الجميلة، اللي عمل الأسيست الرائع هو اللاعب كوفاتشيتش، ولكن إيكاردي هدفه التاسع هذا الموسم، لكن شوف التمريرة الحلوة، بص شوف كوفاتشيتش يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب بوجه القدم الخارجي يطلع دفاع نادي لاتسيو، راح في خبر كان. وأمامنا هنا بقى التمريرة اللي إيه اللي بالمقاس اللي بالمسطرة، معمولة جميلة جدا من ماتي كوفاتشيتش، التمريرة هدية، عمل واحدة لبالاسيو وسجل منها التعادل في الدقيقة 7، وعمل التمريرة الجميلة القاتلة في الدقيقة 35، اللاعب إيكاردي، إيكاردي أمامنا هنا ينجح في نادي الإنتر إن يسجل 2-1 الإنتر عن طريق اللاعب إيكاردي في مهرجان الهبوط. كييفو 30 ساسولو 31 بقى الصراع الكبير، لكن الانتر متفوق 2-1 بعد ما تقدم لاتسيو بهدف بيافا، عادل اللاعب بالاسيو ويسجل بالاسيو الهدف الثاني ليه في هذه الليله والهدف الثالث. ادي امامنا هنا لاتسيو في هذه اللحظات يعاني يعاني، ناجا توبو يصنع هذه المره وبالاسيو يسجل، لانها بالفعل هي ليله خاصه، هي ليله خافيير زانيتي، ويسجل هدفه رقم 17 هنا في هذه الأمسية هذا الموسم، النجم رودريجو بالاسيو النجم اللي سجل في لقاء اليوم من خلال هذا الأداء الرائع. الكل يذهب للعناق، الكل يذهب إلى النجم الكبير نجم الإنتر والرمز في نادي الإنتر، هو رايح لدييجو ميليتو راح ليهم كلهم، بالاسيو يسجل، لكن بص شوف ناجاتوبو وفين الدفاع، فين ألفارو جونزاليس، فين بيافا. وادي أمامنا هنا حرك حلو قوي إيكاردي، خد معاه ديس وفضى الطريق لبالاسيو حطها على طول، وبقول لحضرتك